شرايكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحه عندكم على بونس. البارح لحقوني واحد لي ميساج صباح ولي ميساج لي لحقوا مايا نهلا تي في كراشاتكم، مايا نهلا تي في قالت لكم بلي ما تصورش مع الدواره. من البارح لليوم ولي ميساج كاع نهلا تي في كراشاتكم وراهي تهضر عليك وقالت بلي تصوروا نتوما هكا تاكلوا في لي ريستورون منا ما تجوا تصوروا نهار العيد. بسم الله تجوا تصوروا نهار العيد مع الكبش وتوروا الدواره. انا والله جامي صورت مع الدواره في العيد، مي كنت ناويه هذا العيد قلت والله غير هذا العيد ندير لكم بالدواره والبوزل وماغريت انا ما ندير والو. صح قلت ماما ونهلا لالا كيفاش يا نهلا حنايا عام كومبلي وحنا نستناو في هذاك الكبش باش نتصوروا مع الدواره والبوزلوف وكبش نشروه ب 10 ملايين 12 مليون 15 مليون باش ما نتصوروش معاه. سيبا لوجيك. ومن هذا المنبر حبيت نقول لك بلي والله ما كنت ناويه نتصور مع الكبش، بصح لي ستوري تاعي راح يروحوا كاع مع الكبش. اختي نحل دراهمي هذوك دراهم كاع خلصناهم في الباطل، نتصوروا مع الدواره والزليف والكرعين والشوا والهيدوره والكبش قبل ما نذبحوه. دير لهم تشيز وبلاك نطعمك قولهم تشيز. هادي ديديكاس النهله هاد العام، تصور حيروحوا كاع بالدواره والبوزلوف كونطر على نهله. نهلا رانا نقصرو برك، انا والله غير جامي تصورت مع البوزلوف والكرشه كاع باسكو سي با مون ديلي. انا على بال الناس كاع على بالها بلي انا ما نقي ما نعرف ما سي با مون تخيك، والله غالب عليا والله ما نعرف. اون بليس ماما ما تحبش يدخل على الكوزينه يبدا يغنجق معاها، سورتو بنادم كيما انا اللي ما يعرف يدير حتى حاجه في هاد الامور تاع الكبش وكامل. حبيت نقول لكم الافونس صحه عيدكم، واللي حبت تصور مع الدواره تتصور، واللي تصور مع الزليف، واللي تصور مع الكبش وبصحتكم وصحة عيدكم. وهذا ما كان رانا نقصرو عرف يعني بلا زعاف. البنات حنا حنو لي الكبش وديروا له يقولنا يقولوا حتى كلوني زيدوا تحنوا لي. هاي أميرة جوزي جوزي انت حني له. بسم الله جوزي حني له. نسل اخويا بلا شو نعيط لزاكي صورنا واش حنت تاكل انت تدك عاد كندفلو. صبري عطاني شويه امير درنا له بزاف واقيلا يجدك هيا 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 روحوا بدنا نديروا سيلفي مع الكبش كبيشو ما تخافوش دري لك ما تخافوش أميرة يخا كبش نخافوا منه كبش والله غير دوك أميرة عندنا ولهنا أبو سعد يهجم هاي تصوروا معنا تصوروا منا تصور في حضنك حضني لا لا بحضني الفيديو قول لهم فيها صحة عيدكم ايا مزيدو نهار اليوم صحة عيدكم مزيدو نهار اليوم مبروك عيدكم على بوصة يا وليدي خليك اقول لك ديرو من الفوق خلاص اميره توسختي له كاع وجهو مسكين نعذب فيه قبل ما يموت والله غير الزليف تاعو ما هو متاكل والله غير ما نخليكم تاكلوا الزليف عندك زهر ما ناكلش الزليف انا يا اصلا ما نحبوش والله ما نحبوش تما كاينش واحد ياكلو صح مني شيل الكبش على قد دراهمي هذا ما هذا ما لميت كولي كبر وليدي من الغدوه ان شاء الله بسم الله ما شاء الله
مي جو بونس با يجوز لي الأضحية، عنده عين وعين ما كانش. يلا أنا حابة نزيد نربح وحدة من الناس اللي بعتوا لي دعوة من قلبهم، يعني راح نربح زوج اليوم اللي بعتوا مغو بلا قلب، وواحدة من اللي راح يبعتوا لي دوكا دعاء. يلا العاديين درتوا لي المشاكل معايا يا رجيل. رحتوا تقولوا لها وما هي العام اللي فات كنت مديا بلوك، كنت ضاربه بلوك على قلبي، كنت مبلوكيتني ما شفتش انا يا لي ستوري تاع العام اللي فات، ما شفتش انا. ولكن الا شريتي كبش 12 13 مليون الا كي خبصه هنا ما كنتش ما تصوروش. انا قلت احس انه برك لي ماج ما نمشي نقصد ما اونكور اون فوا. قلت كي تصوروا اعطيو نهايه جميله نقيو البيئه قبل ما تصوروا هذا مكان، ولكن تصوروا تصوروا كبش ديالي. قولوا لي كبشي ولا كبش ما يرجي لي خير، كبشي ب 7 ملايين شريته والله غير استغفر الله يا ربي، كبش تاع 7 ملايين هذا العام قد نهار. وين تبان قدام كبش تاع ما يرجي؟ وين تبان؟ سمعتيش هكذا ولا هكذا، هكذا خير من ويلو. اختي شغل انترنت كي كومونديتو صبروه منا باني هبل كلاس. ها نشوفو كبش عبيس قدمو هكا، انا قلت الله يبارك. من بعد هكي وصلي باش بانو لي ديفو سيبا كراف سوسي الكبش.